السلام عليكم في حصة راجع معي عبر قناة جيل دي زاد. معكم الأستاذة أسباء، أستاذة اللغة الإنجليزية. في حصتنا اليوم إن شاء الله رانا رايحين نتعلموا كيفية حل موضوع بكالوريا. إذن فاصل ونواصل. مرحبا بكم مجددا. نروحوا اليوم حنتعلموا كيفاش نحلوا موضوع إنجليزية، موضوع بكالوريا لغة إنجليزية. إذا الحاجة الأولى اللي نلقاو المشكل، التلاميذ يقول لك ما نعرفش نجاوب على أسئلة النص. وعلاش نلقاو تلاميذ ما يعرفوش على أسئلة، ما يقدروش يجاوبوا على أسئلة النص؟ لأنه كي يقراوا النص راهم رايحين يديروا الترجمة الحرفية. For example زعما هاوليك النص تاعنا يروحوا يقراوا كلمة بكلمة. اليوم حنديروا موضوع بكالوريا حول وحدة Ethics in Business. Ethics in Business اللي هي الوحدة اللي عندهم الأدبيين والعلميين. حنقراوا في هذه الوحدة على Corruption، الفساد. إذن هذه الوحدة عندها كلمات أو عندها vocabulary تاعها. كاين بزاف تلاميذ يقول لك يا ميس نخافوا من موضوع البكالوريا لأنه ما نفهموش الكلمات أو ما عندناش مستوى في اللغة الإنجليزية. كيفاش أنا نقدر نجاوب على النص تاعي وما يكونش عندي مستوى؟ الطريقة أن كل وحدة حتقراها، كما العلميين عندهم Ethics in Business، عندهم Safety First، عندهم Astronomy. الأدبيين عندهم Ancient Civilization، عندهم Ethics in Business وعندهم Education. انت واش تدير باش تقدر الموضوع تاعك تاع البكالوريا؟ انك تروح كل وحده تتعلم الفوكابولاري تاعها. داكوغ، نعاودو نولو الايثيكس ان بيزنس. الايثيكس ان بيزنس زعما نجيبو تلميذ ما عندوش بزاف مستوى، كيفاش يقدر يحل النص او كيفاش يقدر يفهم النص؟ لانه وش تقرا وش حيطيح له في وحده الايثيكس؟ حيطيح لك كوربشن، الفساد، مع او forms of corruption، انواع الفساد. دونك انا هنا راني رايحه نتعلم vocabulary، حنتعلم مصطلحات اللي تساعدني في فهم النص، لانه واحد من هاد الدروس او احد هاد انواع الفساد اللي راهو رايح يطيح لي. فور اكزامبل عندي الاختلاس اللي هو embezzlement، يقدر في البكالوريا يطيح لي الاختلاس. داكوغ، يقدر يطيح لي tax evasion، التهرب الضريبي. ايضا يقدر يطيح لي سماغلين، التهريب، اور كونترفيت، التقليد. دونك الوحده هذه عندها فوكابولاري تاعها. دونك انا قد ما نتعلم هاد المصطلحات راني رايحه نلقاهم في النص يساعدوني. كيما الوحده تاع ethics in business عندها واحد البروفيرب واسمها الغوتن جينز نيفر بروسبر. الغوتن جينز نيفر بروسبر، ديجا كلمه جينز تعني الارباح، وفي معظم النصوص اللي نلقاو فيهم ethics حنلقاو كلمه جينز. حنلقاو legal، حنلقاو illegal، حنلقاو اخلاقي، حنلقاو قانوني. دونك اي وحده باش نحل موضوع تاعها بسيطه جدا. يعني معليش ما يكونش عندك مستوى، لكن الطريقه باش انك تفهم النص وتجاوب على اسئله النص انك تروح تتعلم vocabulary تاع الوحده. دوكا نجو للتلاميذ اللي يقول لك ما نقدرش نحل، ما نقدرش نفهم النص. وعلاش ما تقدروش تفهموا النص مالغري راك تعلمت vocabulary؟ لانكم حديروا ترجمه حرفيه تاع كل كلمه. اللي قلناها دوكا الغوتن جينز نيفر بروسبر، لو كان نترجمها لكم ترجمه حرفيه حجيك السيء يجيب دراهم ابدا يزدهر، هذه ما عندها حتى معنى. لكن في اللغه العربيه تعني المكاسب الغير مشروعه لا تزدهر ابدا. يعني التلميذ وش يدير؟ يسي يبحث عن كل كلمة والمعنى تاعها، ومن بعد كيسي يترجمها حيلقى باللي ملقاش معنى، المعنى هذاك ما قدرش يفهمه. دونك الطريقة الصحيحة باش نقرا النص، حاجة الأولى لازم نقرا النص، لازم نقرا النص خطرة فقط مع أسئلة النص. لماذا؟ لأنه أسئلة النص هي الجواب. كي نروحوا لاسئله النص واش حيدير؟ هو حيختبرك اسكو انت راك فهمت النص. دونك واش حيعطي لك؟ حيستخرج الافكار ويسقسيك عليهم. لهذا لازم انت كي تقرا النص خطره فقط مع اسئله النص راك رايح تمد العقلك، حتمد له عنوان باللي سي بون، طاح لي ethics in business، طاح لي ethics مع education، طاحت لي ancient civilization. هنا راني حنتاكد باللي
النص اللي طاح لي راني نعرفه ونعرف الفوكابولاري تاعو، دونك نقراو النص خطره فقط مع اسئله نص، موراها كل تلميذ يروح يقرا 4 5 6 خطرات باش يزيد يفهم النص مليح. نعاود نولي الفكره تاع كلمه بكلمه، في عود ما ديروا هكا واش تروحوا ديروا. تلاحظوا ان النص تاعنا راه مقسم الى فقرات، الفقرة الأولى ثانية ثالثة، انت واش تروح دير؟ تروح تسيي كل فقرة تستخرج الفكرة العامة تاعها. It's okay ما تقدرش تفهم civil servant، واش معناتها civil servant؟ موظف حكومي. أنا الله غالب ما فهمتش هذه الكلمة، هذا ليس بالأمر الكبير، أو ما فهمتش participant. دونك أنا ما نسييش نفهم كلمة كلمة كلمة، نروح للفقرة الأولى أستخرج الفكرة العامة. For example، مثال هنا يعرف لي corruption أو يهضر لي على الفساد، هنا يعطي لي forms of corruption، وفي الفقرة الأخيرة حيعطي لي how to fight corruption، كيفاش نقضي على الفساد. أنا يا وش ندير باش ما نضيعش الوقت أو باش نقدر نجاوب على الأسئلة بطريقة صحيحة؟ نروح للمسودة تاعي نكتب كل فقرة وشنو هي الفكرة العامة تاعها، لأنه عندما نجو نجاوبوا على أسئلة النص تلاحظوا أنه تلاميذ يضيعوا بزاف وقت، كل ما يجي السؤال تاع النص يعاود يقرأ النص، السؤال الأول يقرأ النص كامل، السؤال الثاني يقرأ النص كامل، السؤال الثالث يقرأ النص كامل. نو هذا خطأ، يخليه يضيع وقت أكبر، بالرغم من أنه في البكالوريا حيعطوكم وقت كافي، يعني عندك الوقت تقرأ وتعاود، لكن هذه طريقة باش تكون تعمل بذكاء وليس بجهد. إذا هنايا قلنا نستخرج الأفكار باش كي نجي نروح نجاوب على السؤال نلقاه. دوكا نزيد نهضر على موضوع مهم باش نروحو نحلو الموضوع البكالوريا كيف انه كي تكون فاهم الدرس، كي تكون فاهم الدرس حيجي، كي تكون فاهم الوحده تاعك حيجيك موضوع البكالوريا السهل، لانه واش تقراه في القسم واش يطيح لك في البكالوريا، وهذه هي الحاجه المليحه. فور اكزامبل اليوم واش حنقراو؟ شوفوا نترجموا الفقره الاولى ونشوفوا الموضوع تاعنا على من راهو رايح يهضر. Ultimately, all a part of society must share responsibility for containing corruption. Because all are willing or unwilling participants as each corrupt transaction require a buyer and a seller. دونك هنايا في البداية أنا نقول ما عنديش مستوى، بصح أنا فهمت all a part of society، كاع الناس في المجتمع share the responsibility، كامل نتقاسموا الريسبونسابيليتي تاع من تاع كوربشن. لكن حذاري، نلاحظ انه التلاميذ كي نسقسوهم على من يهضر النص واش يروحوا يديروا، يروحوا دائما يحوسوا على الكلمه الاولى، يقول لك سي بون راهو يهضر على كوربشن. حذاري، قلنا باللي مام هنا عندي كوربشن مازال النص طويل، يقدر يدير لي وحده اخرى، يقدر يدير لي سيفتي فيرست، يقدر يدير لي انشنت سيفيلايزيشن. ما نحددش الفكرة العامة تاع النص على حساب الكلمة الأولى. دونك في الفقرة الأولى واش راهو رايح يقول لي؟ باللي كامل الناس راهم يبارتيسيبيو في الفساد، أوكي؟ إذا كيما لاحظتوا أنه هنا يذكر لي باللي كامل all a part of society must share the responsibility. حبي لحق لي باللي في الفكرة أنه كامل الناس يقدروا يكونوا داخلين في الرشوة عفوا أو في الفساد as a buyer and a seller، نقدر نكون كمشتري أو كبائع، أوكي؟ ومن بعد واش تذكر لي الفكرة؟ The government is responsible for dealing with civil servant. الحكومة راهي مسؤولة على التعامل مع شكون؟ السيفيل سيرفنت. شكون هاد السيفيل سيرفنت؟ السيفيل سيرفنت اللي يكسبتي الرشوة أو يدير العفايس اللي ماشي ملاح. دونك هنا كاش نترجموها؟ الموظف الحكومي الفاسد، أوكي؟ قال لي بلي الحكومة راهي غيسبونسابل على الموظف الحكومي الفاسد، لكن موراها قال لي فكرة، لكن but it is businesses and individuals who offer bribe to civil servant to obtain certain advantages. هاد الموظف الحكومي الفاسد اللي الدولة راهي ريسبونسابل عليه باش تعاقبه، شكون اللي راهو يمدلو الرشوة؟ هو الناس اللي عندها الشركات او الانسان العادي؟ وعلاش يديروا الفساد؟ to obtain certain advantages، للمصلحة الشخصية، للأرباح الشخصية. يعني دونك انا شفتوني اني نترجم كلمه بكلمه نلقاو خلل، لكن كي نروح نمد الفكره العامه باللي
كامل كيما رانا all apart، كاع الناس راهم مسؤولين على الفساد، موظف حكومي او انسان عادي او انسان عنده شركات. دونك باش تفهم المعنى في اللغه الانجليزيه وش يجب عليك، يجب انك تستخرج الفكره العامه. اتس اوكي لو كان ما نفهموش بعض الكلمات، عادي جدا، لكن نسيي نستخرج الفكره العامه. نروحوا نشوفوا الفقره الثانيه. An active, involved and empowered citizenry is indeed essential to any anti-corruption campaign. وش معنى كلمة campaign؟ هي حملة، كما يقولوا حملات انتخابية or something. Economic reformers can only achieve real gains when a society works firmly and assume a shared responsibility in combating corrupt practices. دونك في هذه الفقرة ما نعاودش ندير الخطأ. راكم تلاحظوا بلي مانيش نعاود نترجم كلمه بكلمه. هنايا حب يلحق لي بلي لازم كامل مازالوا في نفس الفكره، انه كامل حنايا نشار، عاودها لي، شير ريسبونسابيلتي ان كومباتينغ كوربشن، لازم كامل نتحدوا باش نحاربوا الفساد. هنا قال لي رانا مسؤولين على الفساد، هنا ويقول لي بلي لازم كامل نتحدوا باش نحاربوا الفساد. For their part, government institutions, politicians and bureaucrats must provide the political will to address all such unlawful practices. هذه الكلمة تعرفوها انتوما، واش تقولوا دائما تلاميذ يقول لك illegal، غير قانوني، نقدروا نعوضوها ب unlawful. دونك الحكومة بمناصبها داكوغ لازم كامل نكونوا باش نحاربوا او باش نوعيوا على هذا العمل الغير القانوني. واش قال لك هنا؟ While all those who are part of the problem must be the part of the solution. اي انسان يكون جزء من المشكله يجب عليه يكون جزء من الحل. معناتها ما يهمنيش انه مواطن او حكومه، انك انت تكون جزء من المشكله يجب أن تكون جزء من الحل. نلاحظوا هنا وش عندي، قال لي to eliminate corruption completely. أنا باش نقضي على الفساد كاملا ماشي لازم الدولة وحدها أو citizens وحدهم، لازم كامل كيما رانا كامل مسؤولين على الفساد، لازم احنا كامل أيضا نكونوا نخدموا كامل باش نقضيوا عليه. نشوفوا في الفقرة الأخيرة. In this regard, educating and involving the public is a key in preventing corruption. التعليم تاع الببليك، نوعيوه ونهضروا معاه، هو المفتاح تاع preventing to eradicate or to eliminate corruption. And this can take a variety of ways. نقدروا ناخذوا عدة طرق. عندي هنا such awareness campaign، حملات التوعية، lead by the media. دونك نستغل الوسائل الاعلاميه تاعي هذه باش ندير حملات نوعي الناس باللي الفساد عفسه ماشي مليحه، dangerous phenomena illegal practice، داكوغ، عمل غير اخلاقي غير قانوني، داكوغ. دونك هنايا لو كان نلاحظوا باللي راهم قسم لي الافكار، كل فقره وشنو هي الفكره تاعها. انا نتعلم من النص تاعي، كي نحل النص ممنوع ثم ممنوع، نترجم كلمة بكلمة. هنا يعطاني الحل باللي وش لازم ندير، لازم نوعي الناس، لازم ندير قالي باللي to collaborate against corruption، نتحدوا باش نقضي على هذا الفساد. هنا قالي باللي الحكومة وش لازم عليها تدير، هنا باللي كامل نتحدوا باش نقضي عليه، وهنا هضر لي باللي كامل احنا رانا ريسبونسابل على هذا الفساد. دونك اعمل بذكاء وليس بجهد، سيي استخرج الفكرة العامة، وباش تفهم النص سيي اتعلم الفوكابولاري ديالك. نروحو سيي نجاوبو على أسئلة النص. Fighting corruption، محاربة الفساد. Should be the duty of، واجب شكون؟ على حسب النص، من النص. All partners، كاع الناس، the government وحدها ولا businesses ولا الناس اللي عندها الأعمال. دونك حنايا في النص واش راهو ذاكر لي؟ all apart. اذا الاجابه الصحيحه هنايا باللي all apart، كاع الناس لازم
نتحدوا in fighting corruption وهو الواجب تاعنا. إذن الإجابة الصحيحة هي all a partners. السؤال الثاني: the government is responsible for dealing with. الحكومة راهي مسؤولة على التعامل مع شكون؟ بالطبع هنلقى الجواب من النص. قال لك corrupt civil servant، الموظف الحكومي الفاسد. individual who offer a bribes or both of them. both of them. نروحوا للنص تاعنا باش نتاكد من الفكره. حذاري، نلقى بزاف تلاميذ يديروا خطا، يقدر يقول لك both of them للزوج. نعم انت بالك راك تخمم بطريقه زعما عادية، لكن انت ما تجاوبش من راسك، لازم تجاوب على حساب النص. ما تقوليش لازم الدولة تتعامل مع الزوج، نو. لكن في النص واش قال لي؟ قال لي باللي الحكومة is responsible كيما راهي كيما لقيناها مكتوبة government is responsible for dealing with civil servant، الموظف الحكومي اللي ما درش هو او الموظف الحكومي الفاسد. ثالثا eradicating corruption is، فينا النص او يقول لي القضاء على الفساد او تقليل من الفساد. اسكو عفسة easily achievable، نقدروا نديروها. hard to achieve، دونك انا على حساب النص ديالي الفساد هي ايضا كما نقول تلاميذي او نقول جميع التلاميذ، انه كي تكون فاهم الوحده هذه عفسه رانا عايشينها، اسكو نقدروا نقضيوا على الفساد كاملا؟ صح اني راني رايحه نجاوب من النص داك، لكن عفسه سي لوجيك نقضي سهل القضاء على الفساد. it's impossible to eradicate corruption، دونك كيما ذكر لي في النص تاعي اني باش نقضي على الفساد it's hard to achieve، صعب جدا اني نقضي على الفساد. تلاحظوا انه في النص ذكر لي باللي الحكومه والمواطنين وكاع الناس يتحدوا باش نسيو نقلوا ولا نحاربوا، ماشي نقضيوا عليه كاملا. preventing corruption depend primarily upon هنايا كيفاش انا نقلل على الفساد حسب النص؟ واش قال لي؟ weak auditing system، ديروا نظام تدقيق ضعيف. public mobilization، واش معناتها public mobilization؟ نلاحظوا انه كي نحلوا موضوع بكالوريا راهو حيمد لي سينونيمز. واش معناتها mobilization؟ هي التوعيه. اسكو هذه الكلمه كاينه في النص ولا ما كاش؟ تلاقينا بها في النص، وين راهي؟ take a variety of ways such as awareness campaign، حملات توعية. وشنو هي خوتها او سينونيم تاعها؟ هو public mobilization، يعني شوفوا الطريقة اللي درنا بها، انه الطريقة الصحيحة باش نقدر نجاوب على اسئلة النص بسيطة، اني نكون فاهم الوحدة، نعرف وش فيها وش ما فيها، نتعلم specific vocabulary الفوكابولار تاعها داكوغ، ونتعلم شوية سينونيمز لي سينونيم باش نقدر نجاوب. اذا اون جينيرال هذا كامل تعرفوه، بسيطه جدا، انه واش كاين في النص واش حتلقى في الاسئله. in which paragraph is mentioning that، التمرين هذا كاين بزاف تلاميذ يتلف لهم، حيعطي لك باراغراف ويقول لك وين راهي الفكره، يعطي لك جمله ويقول لك هذه الجمله ذكرنا الفكره تاعها في الفقره الاولى الثانيه والثالثه. وعلاش عطيت لكم الطريقه؟ قلت لكم روحوا للمسوده تاعكم، روح للمسوده تاعك، احكم الباراغراف النص تاعك، واستخرج الافكار العامه باش كي تلحق الهديه على بالك كل فكره وين راهي الدور. قال لك actual benefit result from the combination of social and economic effort، وين ذكر لي باللي لازم كامل حنايا باش تعطينا نتيجه، لازم كامل حنايا نتحدوا باش نقضيوا على الفساد. وين راهي اما فقره اللي شرحناها؟ واش قال لي هنايا؟ shared responsibility in combating corrupt practices، داكو. دونك الفقره الثانيه راهي تهضر باللي الناس والحكومه ولا كامل حنا لازم نتحدوا باش نقضيوا على الفساد. دونك هنا واش راني رايحه نقولوا؟ راني رايحه نقولوا in the second paragraph، اوكي okay؟ second paragraph promoting ethical
principle is an essential way to reduce corruption. الأخلاق هو طريقة لتقليل من الفساد. ونراه النص له أو عفوا الفقرة اللي راهي تهضر لي على الأخلاق. A fundamental increase in honesty. شوفوا التلميذ اللي يكون عنده فوكابولار. وشنو هما الأخلاق؟ الصدق، الإخلاص، respect, loyalty, honesty. دونك أنا مدام تكر لي الأخلاق، وشنو هما الأخلاق؟ هي honesty. دونك which paragraph أو يهضر لي عليه؟ أو يهضر لي على the third paragraph. دونك الفكرة هادية راهي تهضر على third paragraph. لازم نزيدو في الأخلاق، لازم يكونوا كاينين الأخلاق باش نقضيو على هاد الفساد. Okay guys؟ إذن answer the following question according to the text. Why do some companies and individuals get involved in a bribery? نلتقي في الجزء الثاني. قال لك answer the following question according to the text. دونك هادو ما أسئلة، نتجبدو الأجوبة تاعهم من النص. Why do some companies and individuals get involved in bribery? لماذا بعض الشركات والناس يديروا الرشوة؟ ونراه الجواب. نعاود نولي للنص تاعي مع أنه شرحنا الأفكار. وعلاش الناس تدير الفساد أو علاش الناس تمد الرشوة؟ أي واحد فينا شرحناها أنه أي واحد فينا يدير الفساد أو يمد الرشوة to obtain certain advantages، معناتها للمصلحة أو للمكاسب الشخصية تاعو. اوكي جايز، معناتها أي إنسان يدير حاجة باش يربح، اوكي دونك لمصلحته الشخصية. إذا هنا الجواب نقولوا أنه الشركات والناس أون جينيرال كامل يديروا corruption أو يمدوا الرشوة أو يكونوا يديروا الرشوة أون جينيرال to obtain certain advantages. From a political point of view، من طرف وجهة سياسي. Who is in a position to lead a fight against corruption؟ شكون هو اللي راهو في البوزيشن، في الموقع يقودنا باش نقضيو على الفساد؟ حذاري، قال لك from a political point of view. دونك هنايا ونراهي الإجابة، ونراهي لابارتي اللي كانت تهضر على الحكومة فقط. دونك for their part، شكون هو الجواب؟ government institution politicians and bureaucrats. دونك قال لي بلي الحكومة institution politicians and والبيروقراطيين هما اللي مسؤولين باش نقضيو على الفساد. The last one، قال لك what measures should be undertaken to prevent corruption. Undertaken عفوا to prevent corruption. وشنو هما المعايير اللي نديروهم باش نقضوا على الفساد؟ هذه من النص. اوكي دونك انا ونراهي الفقره او لا بارتي اللي كان يعطيني حلول باش نقضي to fight ولا to eradicate corruption. نلاحظوا انه في الفقره الاخيره هي لا بارتي اللي كان يمد لي فيها الحلول. واش قال لي؟ قال لي educating and involving the public is a key in preventing corruption. لكن الإجابة وش قال لي؟ take a variety of ways، عدة طرق، منها حملات التوعية awareness campaign led by the media nationwide integrity، نكملوها collaborate against corruption. إذن هذه كامل نكتبها. وعلاه؟ لأنه الكاتب تاع النص أعطى لي الطريقة كيفاش نقضي على الفساد. okay guys. إذن نواصلوا. قال لك who or what do the underlined word refer to in the text. نروحوا الفقرة الأولى، أعطاني who. okay. ماذا تعني who؟ who معنتها من، تعود على شخص، تعود على إنسان. دونك أنا نروح نحوس شكون هو الشخص اللي راهو رايح يهدر عليه. دونك حذاري هنا صديبو إلا عطالك وات، يقدر يعطي لك شيء، يعطي لك وير، مثال وير هنا حتكون موقع، وين حتكون
وقت. دونك هنايا لازم نكون نعرف واش معناتها هذه الكلمات. هو شكون هو الانسان او الشخص اللي راهو يهدر عليه النص؟ هو السيفير سيرفنت اللي هو الموظف الحكومي. دونك هو تولي على السيفير سيرفنت. لاحظوا هنا ايضا عطالي this، قال لي this هادية على من تولي. دونك هنايا حذاري، كاين بزاف تلاميذ يقول لك تولي على corruption. نو no. هنا ماهوش هضر لي عليها. شوفوا الجمله in this regard educating and involving the public is a key in preventing corruption and this على من تعود؟ ما تعودش على educating وحدها وما تعودش على public وحدها، تعود على educating and involving the public، تولي عليهم في ثلاثة. دونك الجواب صحيح this تولي على educating and involving the public. okay. نروحو نتعرفو choose the correct answer. داكوغ وشنو هو نمط النص؟ okay. I will explain in Arabic. ماذا تعني narrative؟ وش تعني narrative؟ سردي. okay. In Arabic narrative هو سردي، معناتها يحكي لي event، يحكي لي قصة أو يحكي لي أحداث. أنا ما نقوله ما عنديش مستوى في اللغة الإنجليزية، كيفاش نعرف أوكي كيفاش نعرف هاد النمط النص هو سردي؟ حنلقى اولا يحكي لي على قصه، فور اكزامبل تقدر تكون ancient civilization الحضارات القديمه، لانه رانا نحكيو على فور اكزامبل Mesopotamia civilization حضاره بلاد الرافدين. داكوغ دونك هنا راهو يحكي لي عليهم كيفاش كانوا واش كانوا يديروا. دونك مادام يحكي لي قصه حنستعملوا الباست. كي نسردوا حاجه حنلقاو باللي النص تاعنا نستعملوا فيه تواريخ 1900. داكوغ دونك باش نعرف باللي ناريتيف حنلقى احداث قديمه او قصه. داكوغ وحنلقى انه النص تاعي راهو مصرف في الماضي. ديسكريبتيف كاش نقولوا له بالعربيه؟ ديسكريبتيف اللي هو الوصفي، راهو يوصف لي. حتى الحضارات القديمة يقدر يجي فيها نمط نص وصفي، يقدر يوصف لك كيفاش كانوا عايشين، أنهم كانوا أقوياء. دونك هنا وش حيغلب؟ حيغلب الوصف. حنلقى أنه النص التاعي راهو معمر adjectives، راهو بزاف فيه صفات strong, beautiful. okay guys عندي expository to expose or to show. in Arabic هذا نقول له تفسيري. okay guys تفسيري. إذا كاش نعرف باللي نمط النص تاعي تفسيري؟ راهو يهضر لي على عفسة عادية يفسرها لي، أنه for example corruption is dangerous phenomenal، الفساد حفزة ماشي مليحة، الرشوة حاجة ماشي مليحة. أوكي دونك راهو حيمد لي information، حيمد لي معلومات عادية بسيطة. أوكي أنه أيضا نمط النص expository يكون في البريزن، راهو حيهضر لي على عفسة تقدر تكون لوجيك او يخبرني، راهو يفسر لي عفسة بسيطة. اذا يبقى لي هنايا النمط الحجاجي. النمط الحجاجي كاش نعرف واش حيعطيني؟ حيعطيني موضوع واحد اوكي، وحيسي يقنعني، حيمد لي حجج وبراهين. اوكي جايز دونك باش نعرف باللي النمط تاعي حجاجي حنلقى فيه حجج، انه حيعطيني موضوع ويسي يقنعني في الفكره انه فور اكزامبل كوربشن، انه الفساد ماشي مليح والفساد حاجه عيانه ويعاقب عليها القانون. اذا هادو هما انواع نمط النص في اللغه الانجليزيه. نمط النص تاعنا narrative او يسرد لي ماهوش يسرد لي، او يوصف لي ماهوش يوصف لي، او يمد لي حجج ماهوش يمد لي حجج. اذا نمط النص تاعي هو expository. وعلاه expository؟ لانه راهو يعطي لي معلومه to show، راهو يفسر لي باللي كاين فساد، باللي كامل احنا في المجتمع نتقاسموا هذا responsibility تاع الفساد ولازم نتحدوا كامل باش نقضيو عليه. اوكي أعطاني كلمة drawbacks. ماذا تعني كلمة drawbacks؟ كاين في النص واحد الكلمة اللي تعني باللي أنا كي علاش نديرو الفساد؟ لازم تكونوا أذكياء، علاش نديرو الفساد؟ راهي مذكورة في النص.
باش نجيبوا الارباح. دونك drawbacks هي عكس الكلمه هديه. وشنو هي الكلمه؟ هي advantages. اوكي okay؟ advantages معناتها كيلين نقدر نقولوا الأضرار أو الأخطر أو العفايس اللي ماشي ملاح، يعني عكس العفايس البوزيتيف اللي نجيبهم ليا أو الأرباح. دونك drawbacks هو عكس كلمة advantages. اوكي okay؟ legal قانوني، قال لي مدي لي العكس تاعها. هنا ما نقولوش illegal. علاش ما نقولوش illegal؟ لأنه قال لي نجيبها من النص. اوكي okay؟ دونك تعلمنا مقبله وشنو هي كلمه illegal بطريقه اخرى اللي هي unlawful. unlawful okay guys. دونك unlawful هي عكس كلمه legal. نروحوا لهاد الطابلو اللي خافوا منه بزاف التلاميذ. تلاميذ في البكالوريا دائما ما يقول لك نخاف هاد الطابلو، ما نعرفش ندير verb noun adjective وما الى ذلك. هي في الحقيقه انه هي حسب مستوى التلميذ، لكن نعطيكم طريقه هكا باش تعودوا تدوا عليها نقاط فيما يخص verb noun and adjective. اوكي عندي الفعل، عندي الناون، وعندي adjectives. تعرفوا وش معنتها prefix and suffix؟ prefixes هما اللواحق اللي يجوا أول الكلمة. هاد اللواحق يعطوني العكس كما قلتوا مقبلة legal illegal. دونك كلمة نزيد لها لاحق من الأول تمد لي العكس. عندي suffixes اللي هما اللواحق اللي يجوا آخر الكلمة، وهادو ما اللي نقدروا نغيروا الكلمة كيما نحبوا. بالsuffixes باللواحق اللي يجوا آخر الكلمة نقدروا نحولوا الكلمة إلى اسم، إلى صفة، إلى adverb، إلى حال. أوكي guys. دونك أنا وش ندير؟ كاينة طريقة بسيطة. معظم الحالات باش يخلصوا الكلمة يخلصوا شن، يخلصوا منت، يخلصوا ing. انا باش ما نخليش الطابلو تاعي فارغ. اوكي جايز باش ما نخليش هكا نروح نسيي هاد السافيكسز على الكلمات تاعي، لانه ما كاش طريقه اخرى خير ما نخلو التلميذ يخلوها فارغه نروحو نعطيولو هاد الطريقه. وفيما يخص الادجكتيف، الادجكتيف يقبل فول، يقبل لس، يقبل الايدي. دونك عندي انه معظم الادجكتيفز يقبلوا الايدي. نروح نطبقوا الطريقة. قبل ما نروح نطبقوها يبقى لي الفيرب. الفيرب وش لازم تديروا له؟ شفتوا مثال هنايا زعما هاي ليك انفولفد، وعلى بالنا بلي الايدي هو باش نحولوه الى صفة. واش تروحوا ديروا نتوما؟ روحوا نحوا هذيك الزيادة يعطي لكم الفعل. اوكي جايز. اذا انا باش نستخر الفعل هو سهل باش تستخرجوا، تحكم هذيك الزيادة تنحيها يعطي لك الفعل تاعك. اوكي كيما هنا يشوفوا corruption وشنو هو الفعل؟ to corrupt. اوكي guys. so نروح نطبقوا الطريقة. to assume وشنو هو الناون؟ generalement الناون in English كيفاش نرجعو كلمة الى اسم؟ نزيدو ing. اوكي دونك هنا واش تولي؟ assuming، نزيدو لها ال ing، نحكم هذه نزيد لها ال ing. فيما يخص الصفة تاعها، اوكي الصفه اسكو هنايا نقدروا نديروا الايدي assumed. اوكي جايز. دونك هنا واش راك رايح تشوف؟ راك تشوف اسكو الكلمه تاعك حتى اكسبتيها في عود ما تعود ما كنت تدي صفر هنايا حتدي نقاط عليها. اوكي نروحوا هنايا نشوفوا involved. اوكي ما هو الفعل؟ الفعل هو to، زيدوا to، نحو الايدي ونزيدو الاو، او هنا تنحو غير الدي تولي to involve. اما الاسم واش قلنا؟ عندنا شن، عندنا منت، وهنا واش تولي؟ involvement، نزيد منت involvement. نروحو legislation التي تعني قانون. الفعل تاعه هو to legislate. اوكي نروح للصفه كما قلنا نزيد لها ايدي legislated. اوكي دونك هنايا نحي هذيك legislate أصلها legis to legislate عفوا، والصفة تاعها هو legislated. أوكي guys. دونك تعلموا تخدموا بهذه الطريقة هكا باش تقدروا تخطفوا شوية شوية نقاط. إذن نروحوا لغرامر، لغرامر lesson. أوكي guys هنا عندي تمارين
أعطاني تمارين وقال لي أعطاني such that وأعطاني despite. أوكي أعطاني such that وأعطاني despite. نكملوا مع الغرامير اللي عندنا. تلاحظوا أنه هنايا أعطاني such that and despite. أوكي such that. حاجة الأولى الدرس هذا تاع such that عندي زوج، عندي so that وعندي such that اللي يكسبريمي لي النتيجة. أوكي جايز كاينه واحد القاعدة قبل ما نروح نحلو التمرين، أنه such that لازم في الجملة تاعك يكون عندك اسم أو جملة اسمية. أوكي يكون عندي اسم أو جملة اسمية، وفي بعض الأحيان كاين واحد الطريقة باش نتعرف على الاسم والجملة الاسمية، أنه يكون قبلها تاع ألف ولام تعريف في اللغة العربية، عندنا احنا في اللغة الإنجليزية. أوكي an honest woman داكوغ، أنا كي نحب نقول زعما جملة اسمية نسحق هذيك الا ولا ان قبلها. دونك كيما هنا قام عطاها لكم كادو، عطالي such that وعطالي كلمه قبلها ا، هذا حيبين لي وين راني رايحه نحط such that. such هذه نحطوها قبل الا. corruption is such a widespread problem، لكن كاين بزاف تلاميذ القاعده تاع such that يديروها غلطه. وعلاه؟ واش يديروا؟ الضات يديروها دائما مور هذيك الكلمه، وهذا اكبر خطا. دونك انا وين نحط الضات؟ نحوس وين راهي النقطه او الفاصله اللي تفصل بين الفكره الاولى والثانيه ونحط فيها الضات. حذاري صج قبل الكلمه تاعي، لكن الضات نحطها وين عندي النقطه او الفاصله اللي تفصل بين الفكره الاولى والثانيه. دونك انا تقول لي corruption is such a widespread problem that all a part of society must fight corruption fight it. or هنا من هنايا ما نعاودوش كلمه corruption. اوكي باسكو هنا عندي corruption وهنا عندي corruption، هنا كلمه corruption دوزيام نحيوها. اوكي هنا عندي despite. ماذا تعني كلمة despite؟ despite تعني بالرغم من، تعني malgré. أوكي تعني بالرغم من malgré. despite هذه تقدر تجي من جينيرالمون هي نحطوها أول الجملة، لكن تقدر تجيني في بعض الحالات في الوسط. دونك أنا وين نحطها؟ نحطها حسب المعنى، لأن معناتها بالرغم من. despite عندها قاعدة، هما زوج despite and in spite of. كي نحطوها في الجملة يندروا اسم مور، يعني حطيت despite موراها يندر اسم يندر جملة اسمية ينحوس على الفعل ونزيد له gerund اللي هو ing. اوكي ينحوس على الفعل ونزيد له ing. نروح نشوفه هنا يا كيش تولي. عندي governments are making efforts to eradicate corruption. It is still prevalent in our society. أنا واش ندير هنا؟ نحط مالغري الحكومة، الجواب صحيح مالغري الحكومة راهي دير لي زيفور تاعها باش تقضي على الفساد، لكن مازالوا في مجتمعنا. دونك despite نحطها من الأول. واش ندير؟ أوكي govern نحي are making نزيد أبوستروف تاعي تولي despite the government's efforts to eradicate corruption ونكمل الجملة تاعي. أوكي جاز هنا واش درت؟ هنا يا رجعناها جملة اسمية. أوكي إذن نروحوا للتمرين الرابع. قال لي وشنو هي silent letter الكلمة اللي ما نش نقراوها. أوكي هنا يا ما نقولوش honesty of course نقولو honesty. دونك واش ندير؟ قال لي انا circle دوري على الكلمه اللي ما نقراوها اللي ما تتنطقش. اذا هنا عندي honesty، عندي campaign اللي هي حمله هنا الجي ما يتقراش، عندي while دونك الاش تاعي ما يتقراش، وعندي fight يحارب عندي جي اتش هذا ما يتقراش. اوكي دونك نقولو honesty campaign while and fight. قال لي reorder رتب. نلاحظوا انه كي يعطيني الترتيب حيعطيني زوج ماجيسكول عفوا وزوج مينيسكول، بين باللي كابيتال لتر نبدا بها. انا كي نبدا الجمله تاعي دائما نبداها بالماجيسكول. دونك هنايا
باينة باللي وحدة فيهم هي اللي راهي رايحة تكون الأولى. دونك هنايا مادام هنايا الوحدة فيهم ما نقدرش نبدأ الفقرة بتاعي that's why. مش كون that's why. دونك إذا نقولوا ethics is important to every society. ومن بعد نقولوا D as it plays a critical role. ومن بعد واش نقولوا that's why since the dawn of human civilization. وتقعد لي السي هي الأخيرة. إذا هنايا كيفاش نرتب الأفكار هي ما فيهاش قاعدة، يعني حسب التلميذ ومستواه. مام كي نشوفوا هنا باللي راهم قاع يخلصوا بالنقاط، لو كان كانت عندي فاصلة نقدر زعما نعرف باللي نحطهم في الوسط، لكن هنا حسب مستوى التلميذ الفرق أنه يكون في البداية أنك نبدأ بالكابيتال لتا أوكي جايز، والباقي نرتبوه حسب المعنى. أخير حبيت نشكركم على المتابعة تاعكم، وإن شاء الله راكم رايحين تستفادوا وربي يوفقكم إن شاء الله وتجيبوا البكالوريا. لكن حبيت نزيد نعطي لكم نصائح مهمة في اختيار موضوع البكالوريا في اللغة الإنجليزية. حذاري حيمد لكم موضوعين بكالوريا حسب إذا كانت شعبة أدبية أو علمية. قلنا العلميين عندهم ethics in business, safety first, astronomy، والشعب الأدبية عندهم ancient civilization ethics وعندهم education. دونك انت في اختيارك موضوع البكالوريا حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري انك تخير موضوع بكالوريا على حساب الغرامير تاعك في اللغه الانجليزيه، وهذا اكبر خطا. لهذا نلقاو تلاميذ ما يدوش نقاط، انك تخير موضوع البكالوريا على حساب الفقره لانه عليها 6 نقاط، على الفقره الا تعرف ديرها، وعلى حساب اسئله النص لانه اسئله النص والفقره هي هما اللي عليهم اكبر عدد من النقاط. لهذا نلاحظوا التلاميذ انه يقول لك ما نديش في اللغه الانجليزيه. صح مثال هنايا زعما عطالي ساتش دات، ماشي عطالي ساتش دات نعرف ندير ساتش دات هذاك هو موضوع بكالوريا تاعي، او نعرف ندير ادجكتيف. لا لا، موضوع بكالوريا في اللغه الانجليزيه نختاروه على حساب الفقره وعلى حساب اسئله النص. اما هذا لا يعني ان الغرامير ما نديروش نديرو. وحذاري انه الورقه الثانيه تاع البكالوريا خليها الورقه الثانيه اللي ماراكش حديرها يتبعدها عليك يتقطعها، لانه كاين بزاف تلاميذ ناخذوا مثال زعما ما يعرفش يدير ديسبايت، هو حل كاع الموضوع يلحق لديسبايت ما يقدرش يديرها يتوسوس يقول لك لو كان غير نولي الموضوع الدوزيام، يروح الموضوع الدوزيام يلقى الوقت جاز ما دار موضوع اول ما دار موضوع ثاني. او اكبر خطا اللي يطيحوا فيه التلاميذ انهم يحطوا موضوعين يديروا شويه بالموضوع الاول وشويه من الموضوع الثاني، وهذا يعني صفر وما يصححهاش الاستاذ. اذا كي تحل موضوع بكالوريا اعرف تختار على حساب الفقره واسئله النص، ولازم تكون عندك الثقه في روحك باللي هذا هو الموضوع اللي خيرته، ونكون واثق من الاجابه عادي جدا. يعني واش نقرا واش يطيح لي اللغه الانجليزيه سهله وبسيطه جدا.